زلنا ننقل هذه الصورة مباشرة من بيروت، وللمزيد من المتابعة على تطورات الأحداث ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أرحب بك أستاذ صلاح. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. أستاذ صلاح، كيف تتابع تطورات الأحداث اليوم خاصة بعد المساء الدامي واستهداف مستشفى الأهلي المعمدانية وما ترتب على ذلك من ردود فعل واسعة سواء على المستوى العربي أو الدولي؟ الحقيقة احنا من مساء أمس احنا قدام جريمة حرب مكتملة الأركان نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. بنشوف ان بنك الاهداف الاسرائيلي من اول ما الحرب بدات على قطاع غزه قبل ايام وحتى اللحظه هي كلها تستهدف المدنيين بشكل كامل. ما شفناش مثلا اي حاجه عن الاهداف اللي هم بيدعوها وصبغ يعني واستهداف المقرات المدنيه واستهداف المجمعات السكنيه والعمارات. كل ده بيؤدي ان احنا قدام مشهد متصاعد ومتطور، وللاسف احنا امام دعم كبير جدا لاسرائيل على المستوى الدولي، وكان اخرها النهارده زياره الرئيس الامريكي لتل ابيب وتصريحات اللي صادره خلال تلك الزياره. ده بيؤدي ان هيكون المشهد الفتره اللي جايه فيه تصاعد، والتصعيد هيقابل التصعيد للاسف. نعم، لكن يعني بالحديث عن ردود الفعل الدولية تحدثت عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقائه برئيس وزراء إسرائيل، لكن على الجانب الأوروبي هل ترى أي تغير في المواقف بعد ما حدث بالأمس، خاصة وقد تابعنا منذ يومين تقريبا رفض بعض الدول لقرار أو مقترح قرار قدمته روسيا في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وكان من بين الرافضين أو المعترضين عليه بريطانيا وفرنسا، فهل تابعت مواقف هذه الدول بعد ما حدث بالامس؟ هو بالفعل يا فندم هو يعني مواقف الدول الصادره من الامس حتى النهارده هي مجرد ادانات لعمليه الاستهداف، لكن هي في الاخر يعني ستظل مجرد بيانات دبلوماسيه ملهاش اي تاثير على الارض. يعني البيانات الصادره منذ الامس وحتى اللحظه ما شفناش ليها تاثير على الارض فيما يخص التعنت الاسرائيلي بادخال المساعدات عبر معبر رفح. ما شفناش البيانات ليها تأثير على حدة الضربات الإسرائيلية أو حتى تخفيفها. ما شفناش أي خطوات جادة إن المجتمع الدولي يتفق على تحرك ما، وبالأخص التحرك المجتمع الأوروبي بالتنسيق مع المواقف الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل حالة الموقف والأزمة الحالية، أو على الأقل حتى لنجدة المدنيين، بالأخص إن الأردن الإسرائيلي يعني طال مجموعة كبيرة من المنشآت المدنية، وبل كمان طال مجموعة من المنشآت التابعة للأمم المتحدة. شفنا اول امبارح هم استهدفوا مخازن الاونروا ودي مخازن مواد غذائيه، فبالتالي ليه يعني ما فيش اي تبرير لاستهدافها. شفنا كان في برضك قبل ايام كان صادر بيان عن الاونروا بيتكلم على ان 18 منشاه تابعه للمنظمه تضررت بشكل كامل، منهم 16 مدرسه فيهم قرابه 400 ألف نازح، وان لم يكن العدد طبعا اكبر من ذلك في ضوء التطورات اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت. فالمجتمع الاوروبي حتى اللحظه هي مجرد بيانات لمجرد بس يعني التعاطي الانساني مش اكتر قدام شعوبهم، لكن نعم. على ارض الواقع على مستوى الدعم الدبلوماسي لا، هم لسه بيدعموا اسرائيل بشكل كامل، وده اللي هيؤدي برضك لتصاعد حده الازمه الفتره اللي جايه. ما تحدث عنه الرئيس الامريكي اليوم خلال لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ربما كان تاكيد لبعض ما ذكرته استاذ صلاح، خاصه مع اتهام الجانب الاخر الفلسطيني بانه المسؤول عما حدث في المستشفى، هو المسؤول الاول عن ذلك. اذا كيف يمكن ان تحدث حلحاله للموقف الامريكي وبالتالي المواقف الاوروبيه في محاوله لتخفيف حده هذا الاعتداء السافر من قبل اسرائيل وربما الضغط عليها لوقف اطلاق النار؟ هو الحقيقه من الواضح يعني ان ما فيش يعني افق او معيار محدد او شرط محدد نقدر نقول ان المجتمع الاوروبي وامريكا هيتجهوا للضغط على تل ابيب للتراجع عن المجزره والمذابح اللي بتقوم بيها في قطاع غزه، عشان نقدر نقول الشرط ده لما يتحقق هم يقدروا يتراجعوا. من الواضح ان هو الدعم غير محدود، ومن الواضح ان هي الزياره بتاعت الرئيس الامريكي النهارده بتحمل دعم اضافي هيؤدي ان الاله العسكريه الاسرائيليه المستعره وقوات الاحتلال هتنفذ مزيد من المجازر، وده اللي هو بالتالي هيصعب الامور اكتر الفتره الجايه. نعم. وهيحط المجتمع الدولي في اختبار حقيقي قدام صدق نواياه. احنا النهارده المجتمع الدولي يعني من اول ما حصلت العمليات العسكريه ما بين روسيا واوكرانيا
شفنا المجتمع الاوروبي والمجتمع الامريكي بيتكلم عن حقوق الانسان وبيتكلم عن استهدافات وبيتكلم عن ازمات انسانيه، لكن على النقيض تماما نفس الموقف في القضيه الفلسطينيه، رغم ان ما فيش وجه مقارنه بين الاثنين. نعم. احنا بنتكلم عن دوله بتشن عدوان غاشم على مجموعه من المدنيين. وهو نعم. الامر اللي يختلف كليا عن الصراع بروسيا واوكرانيا. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم كان قد اشار الى نقطه هامه، وهي ان تصاعد الوضع في القطاع سيكون له تاثير سلبي اقليميا وعربيا، يعني المخاوف من امتداد الصراع لمناطق اخرى. وها نحن نتابع على الهواء مباشره الان من بيروت الاحتجاجات امام السفاره الامريكيه ووقوف الجيش اللبناني في محاولة لتهدئة هذه الاشتباكات التي بدأت منذ قليل في إطار حملة احتجاجية على ما يحدث. فكرة يعني امتداد الصراع إلى أطراف أخرى مختلفة ودخول لبنان في هذا الصراع، هو ده الحقيقة احنا ده نتيجة منطقية للمجازر اللي بيقوم بيها الجيش الاحتلال في قطاع غزة. احنا النهاردة اللي بيحصل على مدار الأيام اللي فاتت وكان آخرهم امبارح، ده بيحمل استفزاز كبير جدا للشعوب العربيه اللي موجوده في المنطقه، ومستحيل تفضل واقفه ساكته قدام اللي بيحصل ولو حتى على مستوى التعبير. ولو في حاله ان هو الامور تصاعدت الفتره الجايه في قطاع غزه وشفنا اجتياح بري او شفنا اقتحام بري واسع النطاق زي ما في بعض الاشارات بتقول، احنا قدام تعدد جبهات في الحرب الحاليه. في قدامنا حزب الله بدا ان هو ينخرط بشكل ما في الاشتباكات اللي جاريه بقاله ايام داخل في الموضوع. شفنا تطور مقابل من امريكا وبريطانيا عن طريق ارسال قطعه بحريه. فبالتالي ما لم توقف اسرائيل عدوانها الغاشم ويكون في جزء من يعني تخفيف حده الضربات والتواصل لهدنه انسانيه، فالامن الاقليمي والمشهد الرمود في المنطقه هيتجه نحو الهواء. نعم. يعني من المنتظر أن تعقد قمة في القاهرة يوم السبت القادم، يعني هذه القمة لأي مدى يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة، خاصة مع إلغاء قمة اليوم التي كان من المقرر أن تعقد القمة الرباعية بالأردن؟ قمة يوم السبت هتكون محملة بأهداف كتيرة ويعني ومجموعة ضخمة من النتائج اللي نرجو تحقيقها، بالخاص زي ما سيادتك قلتي في ضوء الغاء قمه الاردن النهارده والتطورات اللي حصلت خلال الساعات الاخيره. فبالتالي كل الاطراف اللي هي المشاركه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي في قمه يوم السبت مطلوب منها التوصل لصيغه التفاهم والخطوات التنفيذيه لوقف التدهور الحالي، وفي المقام الاول ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه والعمل مع اسرائيل على حاله الموقف الحالي والاتفاق معها على كل المساعدات بشكل تدريجي وبشكل سريع. نعم. اليوم كما تابعنا المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولف شولز، والرئيس ربما أشار لمجموعة من النقاط كان من بينها ربما حل وضرورة العودة مرة أخرى لطاولة الحوار والتفاوض، وهي ربما كلمات لم نسمع عنها منذ مدة طويلة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ما الذي يمكن أن يتم حتى نصل لهذه المرحلة مرة أخرى؟ هو ده بياتي في الدور المصري اللي بتقوم بيه دايما تجاه الازمات في قطاع غزه. يعني على مدار الجولات استراتيجية الصراع اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت وكان اخرها في مايو 2021، هنلاقي ان مصر كانت دايما بتلعب الدور المحوري والدور الرئيسي في التواصل لتفاهمات وتهدئه وعمليات وقف اطلاق نار واتفاقيات هدنه. فبالتالي التاكيد الرئيسي النهارده على ان احنا لازم نرجع لماده التفاوض ده مطلب اساسي، لان احنا بنتكلم في ضوء التطورات اللي جاريه ان لازم يتم العمل على حل المشكله من اساسها. وبالتالي يجب العمل او العوده لمائده المفاوضات المتوقفه منذ سنوات للتفاوض حوالين الازمه الفلسطينيه وحلها وفق حل الدولتين او على اساس الدولتين. بس قبل ما هنتكلم في حل القضيه الفلسطينيه والعوده لمائده المفاوضات، لابد الاول ان هو يكون في عمليه تهدئه، ولازم يكون في وقف اطلاق نار، ولازم يكون في هدنه انسانيه، ولازم يكون في ادخال المساعدات اللي موجوده بالاطنان على معبر رفح. بنتكلم مساعدات مصريه ضخمه جدا جايه من التحالف الوطني ومن مؤسسه حياه كريمه، وفي عندنا مساعدات كبيره جايه من اطراف دوليه واقليميه. فبالتالي عشان مبدئيا عشان نقدر نتكلم في مرحله المفاوضات لابد من وقف اطلاق النار واغاثه الاشقاء في قطاع غزه وتخفيف حاله الازمه عندهم قدر الامكان،
ويكون في قدر من المرونه من جانب اسرائيل، بجانب طبعا ان الموقف بتاع المجتمع الدولي وفي المقدمه منه الموقف الامريكي لابد ان يتغير لاتجاه دعم عمليه السلام واعاده المفاوضات، بدلا من اعاده بدل من دعم اسرائيل في عمليه القتل والاستهداف العشوائي للمدنيين والعقاب الجماعي لسكان قطاع غزه. نعم استاذ صلاح، يعني نتابع التصريحات المختلفه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار الايام الماضيه وايضا اليوم، ونلاحظ هذا التعنت فيما يتعلق بالتعامل مع المعبر والسماح للمساعدات الانسانيه بالعبور، وفي المقابل مصر موقفها ثابت في هذا الاطار فيما يتعلق باجلاء الرعايا الأجانب. يعني من يمكن أن يضغط على إسرائيل من أجل أن تتخلى عن تعنتها وأن تسمح بالفتح بوصول المساعدات بسلامة إلى أهالي قطاع غزة؟ هو الطرف الأساسي اللي هو يضغط على إسرائيل في هذا الملف هو طبعا الموقف الأمريكي، ده الطرف رقم واحد أنه هو يقدر يضغط عليهم في هذا الجزء، وليه طبعا المجتمع الأوروبي. لكن يعني اللي بيصعب الامور اكثر ان احنا شايفين دعم امريكي غير محدود وعلى غير العاده لاسرائيل في عدوانها على قطاع غزه. التعنت لاسرائيل، هل هذا الموقف راجع لمغازله ربما الرئيس الامريكي للجمهوريين مع اقتراب انتخابات سيترشح فيها لفتره جديده؟ هل تعتقد ان هذا ربما احد الاسباب؟ أكيد طبعا، هو ده في مقدمة الأسباب. احنا بنتكلم عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، النهارده هو عنده انتخابات يعني بعد قرابة سنة من النهارده، وبيغازل بها الجمهوريين وبيغازل بها اللوبي الصهيوني اللي بيتحكم في أمور كتير في الداخل الأمريكي. وبالتوازي مع ده في عندنا انخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي، في عندنا مشاكل بتواجه الداخل الأمريكي نتيجة الانخراط الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية، فقد يكون ده بالنسبة له مخرج من الأزمة اللي هو بيواجهها عنده. فوجد في الصراع والعدوان الاسرائيلي والمجازر اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال على قطاع غزه كمخرج او متنفس ليه. نعم. استاذ صلاح، هل يمكن ان يكون الداخل الشعوب المختلفه في الدول العربيه عنصر ضغط ايضا من خلال ربما نشر رسائل مختلفه كما نرى على مواقع التواصل الاجتماعي، النزول في الشوارع للتظاهر من اجل دعم القضيه الفلسطينيه، هل ربما يغير ذلك مواقف بعض الدول ايضا ومواقف شعوبها تجاه ما يحدث في قطاع غزه؟ هو بالتاكيد رد فعل الشعوب العربيه على اللي بيحصل في الاراضي الفلسطينيه هو امر مهم جدا وبالغ الاهميه، لانه بيوصل رساله ان حتى يعني رسائل الغضب او الاحتجاج على ما يجري في الاراضي الفلسطينيه غير مقتصر على المستويات الرسميه فقط، ولما وصل او امتد للمستويات الشعبيه. وبالتالي ده قد ينذر بان في حال استمرار الاوضاع قد نشهد حاله من عدم الاستقرار او حاله مدفوعه من عدم الاستقرار، ان هي هتشمل المنطقه وهتشمل ممكن تكون بعض المصالح. النهارده بنتكلم او بنشوف ان السفاره الامريكيه ببيروت حواليها بعض الاشتباكات في اماكن ثانيه فيها حالات احتقان شديده، فده بالتالي اللي هياثر على الامن والاستقرار في المنطقه كلها طول ما الوضع الحالي قايم وطول ما الازمه موجوده بشكلها بوضعها الحالي. نعم. أيضا المجتمع الدولي كيف يمكن أن يتدخل فوريا، خاصة أن المنظمات الأممية تدعوه إلى ذلك، يعني الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، كلها تحذر من تداعيات الأزمة في قطاع غزة؟ الحقيقة احنا شايفين بيانات صادرة من المنظمات الإغاثية اللي شغالة في القطاع، وكلها بتتكلم عن وجود كارثة إنسانية وأزمة إنسانية جديدة جدا نتيجة قطع إسرائيل للمياه والكهرباء ونزلة الوقود والغذاء عن القطاع، وإن القدرات اللوجستية اللي موجودة لدى المنظمات اللي شغالة في قطاع غزة ما عندهاش القدرة إنها تكفي الأعداد الضخمة دي من النازحين، ولو حتى عندها المقدرة النهاردة أو بكرة فهي مش قادرة تكمل حتى للفترة القادمة. هي في الآخر هي ده مخزون هي بتستهلك منه وبيخدم بيه أعداد مهولة من المدنيين، فبالتالي لو ما حصل لهمش أي إمداد سريع للمخازن إحنا هيبقى قدام كارثة، يعني مش عارفين طبعا مداها هيكون ايه، بس من المؤكد ان هي هيكون ليها تاثير كبير. المجتمع الدولي النهارده لازم ان هو يتحرك في ضوء دفاعه في المقام الاول عن حقوق الانسان، ودي دايما الرساله اللي احنا بنسمعها من المجتمع الدولي ودايما بيتشبقوا بيها لنجده حقوق الانسان. طب في عندنا ازمه انسانيه اهو موجوده وكبيره في القطاع، لابد من الضغط على اسرائيل. احنا كدول عربيه وكدول اقليميه وفي المقدمه منها مصر، يعني مصر على سبيل المثال اعلنت واكدت وقامت ونفذت اللي وعدت بيه من تسخير كافه جهودها لادخال المساعدات الانسانيه
لقطاع غزه. ومصر نفسها قدمت مساعدات كبيره، وشفنا الدول ارسلت جزء كبير او اعداد ضخمه من المساعدات، وشفنا المنظمات الدوليه بعتت مساعدات. يتبقى فقط التنسيق مع اسرائيل او الضغط بمعنى اصح على اسرائيل من اجل ادخول المساعدات. فهل هينجح المجتمع الدولي في هذا الجزء؟ قد نشهد ان الفتره الجايه ممكن يبقى في بعض الحلحله في مساله ادخال المساعدات، لكن ده لن ينفصل عن الدعم السياسي الغير محدود لاسرائيل. نعم، يعني المحكمة الجنائية الدولية كيف يمكن أن يكون لها دور أيضا في المرحلة المقبلة؟ ومجلس الأمن إذا ما عرض عليه قرار جديد، هل نتوقع نفس رد الفعل في إطار رفض القرار أو مشروع القرار الذي طرحته روسيا؟ الحقيقة وده متوقع جدا. يعني احنا في دور، احنا قبل أيام في عندنا تجربة في روسيا في مجلس الأمن وتم إجهاض القرار. ففي حالة إعادة التوجه لمجلس الأمن هنلاقي نفس النتيجة، لأن الدعم الحالي لإسرائيل وفق ما بيسمونه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واضح أنه هو يعني على أعلى المستويات وشامل كل الأنواع، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو العسكري أو مواجهة التحركات في المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية. لو هيتم بعض التحركات في المحكمة الجنائية الدولية، للأسف التاريخ بيقول لنا أن إسرائيل مش هتتحاسب على عملته. عملوا صبر وشتيله وما تحاسبوش، عملوا جرائم كتير ومجازر كتير من اول ما الدوله الاسرائيليه ظهرت 48 ودوله الاحتلال ظهرت حتى اللحظه وما تحاسبوش. فللاسف الشواهد اللي قدامنا ووضع المجتمع الدولي والدعم الامريكي ده بيشير ان احنا التحركات في سياق المجتمع الدولي مش تؤتي ثمارها، بس يعني يكون من الواجب التحرك في هذا الاطار، على الرغم من ان هو مش هنوصل لنتيجه، بس هيكون على الاقل حتى من زاويه اثبات الموقف. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي استاذ صلاح اشار الى نقطه هامه ايضا في مؤتمره الصحفي تتعلق بالامن القومي المصري وما يتعلق ايضا بنقل معركه اسرائيل مع الفلسطينيين الى سيناء بشكل او باخر من خلال فكره التهجير التي يرفضها الطرف المصري وايضا الطرف الفلسطيني. اهميه يعني الرساله التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره الصحفي اليوم مع المستشار الالماني اولف شولتز في هذه القضيه. رسالة اليوم هي استكمال الرسائل السياسية للسيد الرئيس ومؤسسة دولة الثقه بشكل مباشر خلال الايام الماضيه بشان مخططات التهجير او انتقال اهالي سكان قطاع غزه لسيناء في ظل الظروف الحاليه. احنا من بدري عارفين ان هو في مخططات لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ودي مخططات مش جديده، مش ولاده اللحظه، لا ده هي مخططات تاريخيه وحملت اسماء مختلفه وحملت اشكال مختلفه، بس الهدف واحد. الهدف يقوم على ان اهالي سيناء اهالي قطاع غزه ينتقلوا للعيش في سيناء، وبالتالي بيتم تصفيه القضيه من مضمونها، وبالتالي ان القضيه قايمه بالاساس على الارض، ارض محتله وعاوزين ان احنا نرجعها. فالنهارده لما يكون اهالي فلسطين خرجوا للانتقال للعيش خارجها، فبالتالي القضيه هنتكلم في ايه؟ ما الارض نفسها خلاص ما بقتش موجوده. فبالتالي النهارده تاكيد السيد الرئيس يعني بيجي تاكيد اضافي على الرسائل السابقه ان امن مصر القومي خط احمر لن يسمح بتجاوزه، وان مصر على وعي كامل بكافه المخططات الاسرائيليه وكل الاهداف اللي هي يعني بتسعى لان هي تحققها خلال الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم قدام حكومه اسرائيليه بتواجه وضع داخلي صعب جدا، عايزه تقوم باي حاجه لاستعاده ماء وجهها وضوء اللي حصل معاهم في يوم 7 و8 اكتوبر الجاري، والفصائل الفلسطينيه والهجوم والخسائر اللي هي عملتها في الجانب الاسرائيلي. فاحنا بالتالي شايفين مصر بتاكد وعيها بكافه المخططات، وبتاكد في اكثر من موضع وباكثر من رساله مباشره وغير مباشره على رفضها لهذا الامر. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.